نادال وبطولات الجراند سلام. وطبعا بس نبذه صغيره نتكلمها عن جراند سلام الاول، وبعدين نعود الى الكابتن الاسطوره بتاعنا الميتادور نادال. جراند سلام هم اربع بطولات على مستوى العالم بيتعملوا في اربع دول في العالم. اول بطوله احنا بنعشقها بطوله استراليا، ثم بطوله رولان جاروس، ثم بطوله ويل بيلدون، ثم بطوله امريكا المفتوحه. يبقى هم اربع فعلا بطولات، والاربع بطولات دول يسموا جراند سلام بمعنى من البطولات العظمى الكبرى اللي هم ذات النقاط الكبيره في الملاعب. طيب استطاع نادال الفوز ب 16 بطوله في جراند سلام، يبقى نقدر نقول ان كابتن نادال او اللاعب نادال او رافائيل نادال هو استطاع ان يفوز ب 16 بطوله جراند سلام لفردي الرجال في 10 بطولات من فرنسا، من في فرنسا المفتوحه. خد من ال 16 بطوله 10 في رولان جاروس، اذا ده فعلا نخرج بانه ملك الملاعب الترابيه، وثلاثه في امريكا المفتوحه، وبطولتين في ويلبلدون، وبطوله في استراليا المفتوحه. كذلك فاز نادال بالميداليه الذهبيه في فردي كره المضرب للرجال في الالعاب الاولمبيه في بكين في الصين سنه 2008، والميداليه الذهبيه في زوجي كره المضرب برضه للرجال في الالعاب الاولمبيه في ريو جانيرو في البرازيل في 2016، و30 لقب من سلسله بطولات الماسترز، بطولات الماسترز اللي هي فيها 1000 نقطة دي برضو. أيضا نادال لديه 19 من فئة 500 نقطة، ليه 19 بطولة من فئة 500 نقطة. وكان نادال قد فاز مع المنتخب الأسباني لكرة المضرب بلقب بطولة كأس ديفيز سنة أعتقد 2004 و2008 و2009 و2011، وعام 2010 وفي شهر سبتمبر أصبح نادال هو ملك الملاعب الترابية. فعلا برضو نقدر نقول ونعود تاني ان نادال ملك الملاعب الترابيه، والدليل على ذلك لعبه في رولان جاروس وحصوله على بطولات رولان جاروس في فرنسا المفتوحه. شكرا.